تابعنا أيضا مع حضراتكم كلمات وزير الصحة اليمني حول المساعدات المصرية المقدمة طبعا الشأن اليمني، خصوصا للشعب اليمني الذي واجه عدة من التحديات، على رأسها التحديات الخاصة بالصحة والأمراض التي تتفاقم في الداخل اليمني. معنا الزميل أحمد فرج مراسل أون لايف لإطلاعنا على المزيد حول طبعا المساعدات المصرية للشعب اليمني الشقيق. طبعا أهلا بك أحمد، وتفضل إليك الكلمة. أرحب بك على الهواء مباشرة هنا من قرية البضائع بمطار القاهرة، ويتم الآن على الهواء مباشرة كما تنقل لك الصورة، يتم شحن البضائع في هذه الأثناء المتجهة أو المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الشعب اليمني بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من وزارة الخارجية وأيضا وزارة التضامن وأيضا وزارة الصحة والهلال الأحمر. يعني العديد من التجاوبات التي توجد على الأرض الآن، هذه المساعدات تقدر بعشرة أطنان يتم شحنها على مرتين، المرة الأولى اليوم والمرة الثانية ستكون الشحن في يوم السبت القادم. بيحضر هذه العملية وعملية نقل هذه المساعدات التي تتمثل في أنها مساعدات إنسانية وطبية وبعض المساعدات الأخرى التي تتمثل في بعض الأمراض التي تعاني منها المنطقة اليمنية والشعب اليمني فيما يخص الكوليرا، وهي أمصال تقدم إلى الشعب اليمني بالإضافة إلى بعض المساعدات الإنسانية. يتواجد الآن كما تنقل لكم الصورة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بالفعل مع وزير الصحة اليمني يعني استلام هذه المعونة الإنسانية المقدمة من الشعب المصري بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب اليمني. قد تكون المعونة السابقة أو المساعدات السابقة التي قدمت من مصر كانت في منتصف عام 2016، وكانت عبارة عن 4 طائرات، بالفعل كانت عبارة عن مساعدات إنسانية وطبية، وقد تتشابه هذه المساعدات مع المساعدات التي كانت في منتصف عام 2016. لنلقي الضوء على الشعب اليمني، كانت هذه يعني المساعدات بناء على ما تحدث به السيد سامح شكري وزير الخارجية في آخر مؤتمر وزاري خاص بالتحالف لدعم الشرعية في اليمن، وتحدث عن أن مصر بالفعل سيكون لها دور هام جدا في المنطقة وضرورة دعم يعني المجتمع اليمني والشعب اليمني. وهذا ما يحدث اليوم وعلى أرض الواقع هنا من قرية البضائع، بالفعل هي الشحنة الأولى المكونة من 5 أطنان، وبالفعل الشحنة الثانية ستكون في السبت القادم وعبارة عن 5 أطنان أيضا. ويعني قد يكون الشعب اليمني له القدر الأكبر والقضية اليمنية في القمة العربية التي ستكون في السعودية والمقرر إجراءها في 15 من الشهر الجاري للحديث عن القضية والأزمة في اليمن. إذن مساعدات إنسانية وأيضا القضية سوف تعرض على يعني الاجتماع الخاص بالقمة العربية في السعودية. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا لك أحمد فرج مراسل أون لايف لهذه التفاصيل الخاصة طبعا بتقديم المعونات الإنسانية والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني من الجانب المصري، التي تقدر بحوالي 10 أطنان المساعدات، شاملة طبعا مساعدات إنسانية وغذائية وطبية والأمصال الخاصة لمصابي مرض الكوليرا المتفشي في داخل اليمني. شكرا جزيلا لك.